مسلسل الخائن ما بنبالغ لو قلنا انه يعني اكثر مسلسل بيتكلم عنه الناس عربيا الايام هذه. عرضه بدا من 5 نوفمبر على شاهد وام بي سي، وهو طبعا ماخوذ من مسلسل تركي، وبيتكلم عن حياه دكتوره بتتدمر من بعد ما بتكتشف خيانه زوجها لها، وبتسعى من بعدها للانتقام منه ومن اللي خانها معاها. العمل من بطوله سلاف معمار وقيس شيخ نجيب ومرام علي وريتا حرب واخرين، و رح يرافقنا على مدى 90 حلقة كلها دراما تشويق إثارة. يعني حقيقة من وقت من عرضت أولى حلقات المسلسل وهو عنوان وحديث الناس ومتصدر قائمة الأكثر مشاهدة كمان مثل ما قلنا، ومن بين الأسباب الكثيرة لتصدر المسلسل العناوين الفنانة السورية مرام علي اللي بتقوم بدور تيا، وهي بنت عشرينية بتحب سيف الرجل المتزوج اللي بيقوم بدوره قيس شيخ نجيب، وبتسرق قلبه وبتحارب علشان أنه تبقى معه وتنتصر على زوجته وتحصل عليه. من أنا وصغيرة ما تعودت حدا يقول لي لا، وحصلت على كل شيء بدي إياه، وممنوع حدا ياخذ مني أي شيء، وعندي استعداد أعمل كل شيء كرمال اللي بحبه. أنا تيا. أنا ماني هبلة بنوب، وبوثق فيه كثير، لأنه علاقتنا عن جد جدية. لا عرفت ليش هو مانو قدران كان يحكي لك الحقيقة، لأنه بيعرف إنه يلي عنده مجنونة ومهسترة. إيه كثير متأكدة إنها ما بتعرف. أصلاً هن مانو مبسوطين مع بعضهم أبداً. بس مضطر يكمل هاي الزواجة. أنا ماني أكلة لا همه ولا هم شغله لسيف. الله يخليك، إذا هو ما بلش بهذا المشروع ممكن يفلس، وإذا فلس سيف ما بيقدر ياخذ حضانة ابنه. بابا عم تفهم؟ ليش ما تذكرت من الأول؟ ليش؟ ليش ما وفيت بوعدك وطلقت لمرتك؟ ليش؟ مو أنت وعدتني أنك تضل معي كل العمر؟ بس لا، أنت تركتني لحالي. وكالعادة مرام علي في كل مسلسل بتشارك فيه بتسرق قلوب الناس وبيكون لها حصة كبيرة فيها. فمن قبل الخائن تألقت مرام علي في عروس بيروت بدور نايا، ووقت يعني ما صرحت قالت إنها ما رح تشارك في الموسم الثالث عملت جدل زعلوا محبينها، ورجعنا شفناها في الموسم الثالث من عروس بيروت. اليوم مرام علي طلعت من عباية نايا ولبست عباية تيا، والناس على السوشيال ميديا مو موقفة تعليقات وآراء على شخصيتها ودورها في الخائن اللي عليه تفاعل كبير. وتنضم لنا في الاستوديو الفنانة مرام علي. أهلا فيك معنا يا مرام. طيب يعني أول شيء، أول ملاحظة قبل ما نتكلم عن أي شيء، أنت مرة نحفانة عن المسلسل وعن آخر مرة شفتك. صحيح. إيش صاير؟ 8 كيلو تقريبا. 8 كيلو ما شاء الله. إيش صار؟ ليش؟ الفكرة أنه لا يعني لا
شغلة أهم صراحة يعني. منيح سألتيني هذا، حبيت سؤال كل العالم مهتمين بالوزن. كل العالم عم تسألني نفس السؤال لأنه في فرق كتير كبير. أنا كتير أخذت وزن كبير بالخائن. ما أنا شفتك قبل الخائن بشي 15 يوم، كنت مبلشة بالكورتيزون لأنه في مسلسل عنبر عملنا كان على شاهد كان في فايتينج سينز، فطقت رجلي فكان العلاج ودغري دخلنا بعده بالخائن، فكل الوقت كنت عم باخذ كورتيزون وكان وزني كثير مثير للجدل. اول حلقتين ثلاثه طلعوا شوف التنمر، في حدا بتخيلي في حدا قال لي انت مثل قرص الكبه؟ معقول؟ قرص الكبه لذيذ برضه يعني. طبعا لذيذ بس خذيها بايجابيه انت كمان يا مريم. اكيد كل شيء اخذته بايجابيه لانه كل شيء بوقته حلو. وكنت عارفه انه يعني اوقات كنت اتضايق من، حتى انا وعم بحضر المشاهد كنت اتضايق من شكلي تحديدا هون لانه اكثر شيء يعبى الكورتيزون. احنا ستات نحب نطالع في فين غلط في شكلنا لا لا هو كان عن جد غير منطقي. هلا خلصت المسلسل. ثانك يو. يعني بتقسي شوي على نفسي. لا بس ضروري اقول شو انا عملت لانه ما كان عندي ثقافه هذا الشيء، وبوجه له تحيه لسلافه معمار. هي ساعدتني بهذا الموضوع. اول شيء كانت لي في شيء اسمه مدر بعد الـ بعد الـ بعد العلاج بالكورتيزون. وبعدين دلتني على شيء اسمه ليمفاتيك مساج. اوكي. انا ما كنت بعرف يعني انه في هيدا الهارد مساج اللي هو له علاقه بكل مناطق الجسم يلي هي بتنشط الجهاز الليمفاوي بالجسم. هذا شيء كثير مهم لازم عن جد كل العالم تعرفه. انا كان عندي مشكله عن جد بكل انحاء جسمي، والحمد لله نحفت 8 كيلو بس بشكل صحي وطبيعي. ايوه. ما اخذتي ابر التنحيف اللي الكل دحين جالسين بياخذوها؟ هلا كنت عم بسال عنه. برافو. لانه يعني قبل الاكل قبل المقابله كنت عم باكل بطريقه كثير مش حنقول للناس ايش كنت بتاكلي ولا المناظر اللي شفناها ولا شيء، كل عملنا جريمه نحن قبل الهوا. طيب نرجع للمسلسل الان. الخائن ما خفتي انه يعني كنت في عروس بيروت شريره انه الان يرجعوا الناس يشوفوك شريره ويكرهوك مثلا؟ هلا بدي اسالك سؤال. اذا انت بتاخذي دور تيا بالخائن بتعمليه مثلي؟ بعتقد لا. ونفس الشيء لما بتاخذي يعني دورين الشخص الغلط. انا ما بعرف اعمل عم اعطي مثال. لما بتعطي ممثلين نفس الدور كل حدا بيأدي بطريقه شكل، هو نفس الشيء لما دورين شر صح. بتحاولي هلا هن شوي قريبين من بعض ببعض المشاهد ببعض كمان ما فيكي تطلعي من اطار شر لشر اخر بشكل مطلق. اجباري بدك شوي تشبهي ردود افعالك. بس كمان يعني ممكن انا اتفهم قبولك لمسلسل الخائن حتى لو انه شر، لانه كمان صراحه يعني اخذك على مستوى كمان اخر نقله طبعاً. نوعيه الصراحه طبعاً. في الكارير حقك يعني خصوصا انا شريكه سلافه مع معمار وقيس الشيخ نجيب يعني صراحه طبعا شيء يعني جميل برضو انه معاهم. بس في نفس الوقت يعني اذا خليني ارجعك لموضوع انه الشر والكلام ده كله، انت طبعا خلاص الكل عارف انت اللي بيخونك اللي بيخون قيس بيخون زوجته معاكي. تمام. اوكي. فانت الطرف الثالث في العلاقه. ايش رايك في هذا الموضوع؟ انت ظالمه ولا مظلومه؟ انا دائما مظلومه. لا 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 في الحياه ولا في المسلسل؟ انا دائما مظلومه بالمسلسلات. خلينا تيا مو مرام دحين. اوكي. عم بحكي عن تيا. من وجهه نظري تيا مظلومه او تيا مو مظلومه، تيا ضحيه بهي المثلث بهذا المثلث اللي عم بيصير، لانه هي ما بعرف اذا المشاهد انعرضت ولا لا، بعد شوي بتكتشفي انه هي ما كانت تعرف انه كان مجوز. لهيك عندها مشكله معه. وعرفت انه مزوج. لا بعدين عندها مشكله معه انه انت ليه، هو اقنعها لتيا بعلاقته فيها بانه انا ما بدي اياها، انا بدي اطلقها انا وانت. صح. هو شفنا في الحلقات لما بيقول لما هي بتقول بعدين حتى انه هو ما بيحبها مش عارفه ايش ما بيعرف يتعامل. فانت بتستغربي الحرب يلي هي بتشنها تيا على اسيل، انه ليش كل الوقت انت عم تحاربيها رغم انك اختي لجوزها؟ لانه هو مفهمها لتيا الضحيه انه انا ما بدي هذا الكائن بحياتي، هي اللي عم تركض وراي، انا بس كرمال ابني، انا مدري شو. بدك تشوفي هو شو حاطط براسه لدرجه انه مقنعه بلس في حب. حتقولي الناس حتقولي انك بتبرر الخيانه. على فكره انا ما ببرر الخيانه، هي المفروض لما عرفت انه هو مزوج تتركه، بس برضه في مشاهد بتقول انه انا تركته مره ومرتين وثلاثه واربعه، بس في سنتين
وبرضو أنا ما ببرر الخيانة. لما عرفت المفروض فعلا تنسحب بأي طريقة من الطرق. تعتقد الرجل خائن بطبعه أصلا مثلا ولا؟ الرجل دائما خائن. خائنة. إيه بس ما بيكون صاحح له فرص. يعني اللي ما بيخون بيكون ما جاته الفرص. تماماً. أو حاسس إنه رح ينكشف فما ما بيخون يعني. عرفتي؟ إيه. أوكي ضربتيهم كلهم ضربة. سلكت أول عملتي على الموضوع هذا. طيب خليني أتكلم معك كمان عشان يعني نكون كمان صريحين. الناس أوكي. برضو في عندها تعليقات على المسلسل. أوكي. أول جزئية قالوا أنت طلع في المسلسل عمرك 24 قالوا. معك حق. أنا خليني أقول هذا الشيء وما بدي برره. هذا أعتقد أنه المفروض كان فينا نقول بالعشرينات يعني 29. أنا اليوم عمري 30 سنة. مرام كم سنة ماكلة شوي يعني أنا فهمتي شو عم بحكي؟ مرام. أيوة مرام بس مرام ماكلة يمكن سنة سنتين ثلاثة. لا أنا 92. أوكي أوكي. ففينا كنا نقول 30 على فكرة. لانه شو طبيعي انه هو يعشق على مرته يعني طبيعي كرجل انه خائن يلفت له نظره بنت ثلاثينيه لما هو مزوج وصار له وقت طويل وبطل او حبه يعني ايه معك حق. هي انا شوي كمان كنت شوي ضده بالغوا شوي في هذا الموضوع مو قصه بالغوا بس انا القرار مو زلمه ريتا ريتا ظلمت ريتا. طب كمان بدي أسألك سؤال تاني. هيفا وهبي وبنوتا. أنا لو ما بعرف هيفا وهبي اليوم فكر إنه بنتها هي أمها. سوري يعني فكري بنتها هي أمها. إيه إيه أو أختها مثلا أو أختها مثلا. خليني عن جد عم بحكي هلا ما عم برر أنا. ريتا حلوة كتير كتير. إيه لا ريتا السيدة جميلة شكلها صغيرة كتير وأنا الحمد لله كنت مثل قرص الكبة فشكلي أكبر من عمري فيمكن مشان هيك صار صرنا بينا إخوات. بس في كتير أشخاص بعرفهم بالحياة أنا كتير ببينوا إخوات. أوكي. طب بس قالوا كمان بعض الناس قالوا إنه مو بس موضوع العمر قالوا يعني مرام مبالغة في التجميل وباين التجميل. هي الفكرة إنه هيك قالوا لأنه أنا كنت كتير سمنانة عن جد لأنه ما كان في خد مع هيدا الحنك مع الرقبة وحياة الله أنا هلا ما أنا ما عم بتنمر على نفسي أنا عم بحكي إنه كان في شغلة من هون لهون متواصلة فعليا بتثبتي إنك كنتي قرص كبة وحياة الله ليش بدي أمزح بس الحمد لله راحت كل المي راح الكورتيزون من الجسم وهلا أنا بحالة صحية. تعتقدي إنه التخن هو اللي كان الموضوع أو زيادة الوزن دخون خلينا نقول مش انك انت عامله عمليات تجميل تعتقد انه الناس ظلموكي بموضوع عمليات التجميل عن جد سؤال هلا بشبهتي حتى في ما بعتقد بشبهتي فهي الفكره اكيد مو لانه عملت تجميل بعد الخائن يعني هذا الموضوع كثير حكينا فيه بكل المقابلات ما في امراه اليوم إيه لا انت صريحه جدا في هذا الموضوع ما لهيك ما بحب ارجع احكي فيه دائما ما في امراه اليوم ما بتحب تضل جميله صح يعني التجميل اليوم ما هو يعني أنا رحت عملت عملية ممكن تكون إبرة بوتوكس عبالك تعمليها ممكن يكون تحطي كريم زيادة تهتمي بي ما في حدا إيش المقلق في هذا الموضوع أنه لما كلنا بدنا نكون جميلين طبعا وبدنا كلنا نكون صغار أحس كبرتنا حتصير وحشة أبدا اللي روحه حلوة دائما كل عمره حلو وأنا بحس أنه أنا كل عمري حكون حلوة حلو ان شاء الله ان شاء الله انا شعوري يعني أيوة. انه الروح هي لا بس احس انه الواحد لما يشوف الاشياء بتسقط بعدين معاه في العمر رح يزعل يعني. ممكن معك حق كمان ممكن يزعل انه ما عاد يقدر يزبط بنفسه يعني لا ان شاء الله يكون العلم تطور بس انا يعني فعلا بس من خلال تفاعلكم انا اخر مره بنسال عن التجميل وجاوب صح عن جد لانه انا كثير مقابلات حكيتي عن هذا الموضوع صح انت حكيتي عن هذا الموضوع بكل صراحه وكذا صراحه ما عندي مشكله بس بدي اصلح شغله انقالت بالمقابله السنه الماضيه معك قلت لي كل هاي الحبوب انا ما انتبهت انت شو قلتي لي لانه فكرت انه انت بلهجتك بتسميها حبوب انا ما عندي حبوب انت عندك شامات انا عندي شامات صح. عندي شامات كثيره فلما صورت صوره ونزلتها على الانستغرام الناس انه كيف بتطلعي هيك انا بس كنت عم اظهر انه فينا نكون كلنا مثلا بشرتنا ما انا ظابطه فينا نمش فينا ايوه طيب خليني اذا ارجعك للخائن كمان بعض الناس قالوا انكم انتم يعني بالضبط نقلين المسلسل التركي حرفيا تعتقدي يعني هذا فعلا هو كده المقصود كان ولا يعني هتعتقدي خطا او شيء جيد هو ما انه خطا لانه التركي نجح جدا ما جاي لك الحقوق هي هن كيف بيشوفوا الموضوع الكاتب الاساسي يا ترى بيتنازل عن حدث ما نحن اليوم عم نعمل شئنا ام ابينا نحن ما فينا ننكر فكره انه نحن عم نعمل
عمل تركي بحث. صح، انتو بتعربوا. عم نعربه نحن. صح. ما عم نجيب قصة من وهو أصلا منه من الأساس تركي بحث. يعني تحديدا عم بحكي عن الخائن. أيوه. في دكتور فوستر. ايه يعني في كذا، في كمان هن جابوه عملوه هلا. ممكن كل حدا بطريقه، يمكن الاخراج شوي بيشبه، كمان هو في روح تركيه، كل يعني غير الممثلين انه عرب، في روح تركيه العمل. ايه فطبيعي ممكن يطلع بيشبه اوقات. ايه كمان معك حق انه ممكن يكون بيشبه، بس انه ليش لا؟ ما نحن جايبين قصة أصلاً. ولا أنا بحسك لذيذة يا مرام، يعني أنت زي المشاهدين بترجع بتشوف العمل وبتتفرج بزي رأينا يعني. أكيد أكيد يعني ما فيني إنكر إذا في شيء غلط طبعاً. أيوه من إني الواحد بدافع عن شغله، بدافع عن مسلسله، بدافع الموضوع. ولكن لما يكون في أشياء فعلاً غير منطقية أو حقيقية. أيوه. ما فيك تقولي غير. طيب الجدل الأكبر المشاهد الجريئة. قالوا يعني في قبولات وأحضان وكذا ومذا، فهذا الكلام يعني كيف تردي عليه، علي هذا الانتقاد؟ أنا ما فيني رد. أنا اللي بشوفه من وجهة نظري أنا، ما في مشهد عملته بالخائن ما كان له داعي. فبتشوفي مدام طالما أنه المشهد مبرر دراميا عادي، مع أنه حتى جريء يصنف حسب كل حدا شو جريء عنده بالنسبة له. وين القبلات اللي هي مبتذلة أو هي جريئة أوكي، بس هي سيئة؟ أنا من وجهة نظري إنه لا، يعني شوي خلينا لما بدنا نعمل، عم بحكي عن مرام، لما بدي أعمل الدور بدي أعمله بطريقة. شوفي أنا ناقشت بهذا الشيء، طب أنا في طرف ثالث مثلا بمشهد من المشاهد عم يصورني وحيورجيها، طب أنا ليه شو بده يورجيها؟ أنا وياه واقفين، بده يورجيها شيء معين لازم ينعمل بالمشهد، فهذا مبرر درامي. أنا ما عم بوس لبوس، ما عم بحضن لأحضن. هي يعني طيب. كل شيء له أسبابه للدرامية. أي طيب، هذا طبعا يعني أنت ردك على هذا الموضوع. اللي بدي أقول لك عنه كمان واللي كان جميل جدا وشفت كثير ناس احتفوا في اللي هو ترشحك لجوائز جوي أوردز في الرياض ضمن موسم الرياض، طبعا تفاجأتي كيف كانت ردة الفعل؟ جدا. شوفي أنا بدي أقول شغلة كثير حلوة هلأ للفانز على الانستغرام، انا لانه بس انستغرام حاليا، بيتفاعلوا معي وبيدعموني بطريقه ما بعرفهم بشكل شخصي، بس انا ما بقدر ما رد عليهم، ما بقدر ما اتشكرهم، ما بقدر ما اقول لهم عن جد شكرا. حلو تقولي شكرا، لانه هن كانوا مصرين اني انا اترشح، وانا اضحك اقول انه مستحيل خلص، يعني انه وقتها يمكن لانه في كذا تماما. لما ترشحت انبسطت من الناس اللي انه ما حننام لحتى انت يكون اسمك بجوي اووردز، ما في مجال، انت لازم تكوني هي لحالها جائزه. صح، انا هيك رايي. ف اذا اخذت الجائزه بقى بصير هي بقى قصه ثانيه. ايه بيكون حلو برضه ان شاء الله. يلا لك بالتوفيق ان شاء الله. وصراحه يعني في كل الاحوال ومع كل الجدل ومع كل الحديث، انتم حديث الناس اليوم، الناس كلها بتتكلم، بتتابع المسلسل وبتحكي عنه. طبعا المسلسل بيعرض على شاهد وعلى ام بي سي، طبعا يعني ايش تبي منصات كمان احسن من كذا واحلى. رح ارجع اقولها، انا بحس حالي ببيتي، ام بي سي يعني بيتنا. ايه هم رائعين الصراحه. طيب نحن بنشكرك جدا على وجودك. طب ليش هيك كثير سريع؟ والله انا بحبك يا عمري، تحبك تكمل الحلقه معنا، نلغي بقيه مواضيعنا. انا كمان احبك يا قلبي، حبيبه قلبي. شكرا، نورتينا يا مرام. كانت معنا في الاستوديو الفنانة مرام علي، شكرا لك.